أم الشهيد حسين، حسين محمد السيد. نعم؟ مذبحة بورسعيد، ما انتوش عايزين تقولوا شهداء بورسعيد، معلش، هي مذبحة بورسعيد صح، هي مذبحة. الناس مش عايزة تقول شهداء، وهم دول الشهداء. أما دول ما يبقاش الشهداء، الغدر اللي ماتوا بيه ما يرضيش حد. احنا شفنا السيدات بعينينا، وهو واحد من ضمن الصحفيين بيخش معانا ويشوف. قول له كان منظر السيدات كانت ايه جوه. الغادر اللي شافوه ما حدش شافه. كل العيال دي اللي كانوا في بورسعيد اللي بيقولوا عايشين هم ميتين. اللي يقول انا عايش يبقى كذاب على المنظر اللي شافوه. ميتين وعايشين ميتين، وهيفضلوا عايشين ميتين وصوره اخواتهم في ذهنهم. حسين محمد السيد، المفروض كنت استلم شهاده الثانويه، الشهاده في الثانوي النهارده، جايه بقى بحتفل بموته بدل ما احتفل بشهاده الثانويه بتاعته، بدل ما استلم الشهاده واحتفل بيها. لله للاسف ادي احنا شوف واقفين بايه النهارده. نعم، من الفيوم رايح في حب الاهلي وعاشق نادي الاهلي، ورايح في حبهم، ورايح لزي، شوف الشباب عاملين فيه الطاقه ازاي. هو كان اقوى منهم. نعم، كسر في الجمجمة. اتعرف عليكي ام الشهيد كريم احمد عبد الله. عايزين نوصل الناس تحس بينا شويه، حسوا بينا شويه. احنا كل يوم بنتقهر وبيجي لنا انهيار عصبي في المحاكمات من المحامين بتوع بورسعيد ومن اهالي المتهمين. قمه الاستفزاز، والنادي الاهلي مش واقف معانا خالص، ولا في مندوب بيبقى معانا، ولا رجاء عطيه بيبقى معانا، ولا مستشار محمود فهمي بيبقى معانا، ولا المجموعه اللي مقومها النادي الاهلي دي بيقولوا موقعة الجمل اهم من عيالنا. دي حاجه. ثالث حاجه، محمود علام لما طلع امبارح واول امبارح على التلفزيون قال عملنا وعملنا وعملنا وعملنا. صندوق الشهداء ما فيش حاجه اتعملت، راتب شهري زي ما هم بيقولوا ما فيش حاجه اتعملت، النصب التذكاري لسه معمول ساعه ما العيال واسر الشهداء نطوا على النادي الاهلي، كل حاجه ما فيش حاجه اتعملت. بيقولوا ان احنا اللي جبنا المحاكمات هنا، لا، اعتصامنا احنا 17 يوم قدام مجلس الشعب هو اللي جاب المحاكمه هنا في مصر، وخلى المتهمين موجودين هنا في سجن تورة بدل ما يروحوا هناك ويرجعوا كل يوم. احنا اللي عملنا كل حاجه مش النادي الاهلي. اعتماد اسر الشهداء احنا اللي بنجري عليه، واحنا اللي بنروح لمحمد مرسي، الدكتور محمد مرسي، احنا اللي بنعمل كل حاجه، ما حدش بيعمل حاجه من النادي الاهلي. دخول النادي، انا وانا داخله النادي اتهزقت وقالوا لي ولا شهداء ولا عرف، كفايه انا بقى، عايزين ايه تاني؟